تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد الذي أقيم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء. ولدى وصول الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة ترافقه كوكبة من الخيالة، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما حضر الاحتفاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة. المفدى سلام. قف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقد أطلقت المدفعية طلقة واحدة ثم وقف الجميع دقيقة صمت بعدها أطلقت المدفعية طلقة واحدة للإعلان عن نهاية الصمت وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف لحن الرجوع الأخير ثم مر عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهداء الواجب والآن تمر عدد من الطائرات المقاتلة من سلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهداء الواجب
هذه اللحظات إلى صرح الشهيد ليسقي فسيلة النخل رمز الحياة الدائمة. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين. وبعد، بمناسبة يوم الشهيد وإحياء لذكراهم الطيبة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعينا لشهدائنا الأبرار ماضياً وحاضراً في مملكتنا الغالية البحرين بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان، ونقول: اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم تقبل شهداءنا الأبرار واجعلهم في أعالي الجنان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم ونور قبورهم واجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم واجمع بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم وأهلهم وأولادهم في جنات النعيم يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى. اللهم احفظه وأدم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأطل في عمره وتوله بعنايتك ورعايتك، وأصلح أولاده وذريته. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، واجعلنا له جنودا في الحق وعونا له على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا، وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم واحفظهم في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر الآن جلالة الملك المفدى حفظه الله من أمام اللوحة التذكارية التي دون عليها أسماء المواقع والمعارك التي خاضتها البحرين دفاعا عن عروبتها وسيادتها. بعدها تقدم رئيس المراسم الملكية باستئذان جلالة الملك المفدى ليتفضل جلالته بالدعاء أمام الصرح وسقي النخلة.
وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك المفدى بالتصريح السامي هذا نصه: يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معا بالذكرى السادسة ليوم الشهيد في مناسبة وطنية عزيزة، تخليدا وتكريما لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فقد ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة خلال أداء واجبهم السامي المشرف، مجسدين بذلك أسماء قيم الشجاعة والفداء، فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا لأجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معاني. وأضاف جلالة الملك المفدى: إن يوم 17 ديسمبر من كل عام سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب ومد يد العون والإغاثة للأشقاء، انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة، فسطروا أروع معاني البطولة والعطاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية الظافرة. وأضاف جلالته: أيده الله، كما يطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة أن نوجه التحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة ومؤسساتنا الأمنية على النهوض برسالتهم السامية النبيلة صفا واحدا للذود عن الوطن وكرامة أهله بكل شجاعة وإقدام. وقال جلالته: إن هذا يوم التقدير لمن يستحق التقدير والثناء بأسمى معانيه، فكل شهيد من هؤلاء الأبطال فخر لأهله وإخوانه في السلاح، فقد سطر شهداؤنا الأبرار تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء عائلاتهم فأصبحوا عزا لوطنهم ولأهلهم، فأسر الشهداء لا يقلون بطولة عن أبنائهم حيث ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية. فتحية إكبار لكل أم وأب نهل منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة وغرسوا في أبنائهم روح الإخلاص والفداء لوطنهم، كما نشيد بالمواقف النبيلة التي عبر عنها المواطنون الكرام من تماسك ومؤازرة مع ذوي الشهداء، فهذا ما عهدناه من أهل البحرين دائما من وحدة الصف في كل المواقف، فأكدوا أن كل شهيد من شهدائنا البواسل هو ابن لكل بيت بحريني في وطننا الواحد المتضامن. رحم الله شهداءنا الأبرار وإخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة وأكرم نزولهم مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خيرا وحفظ البحرين وأدام عليها المنعة والرقي والازدهار.